في أحد الأزمان كان هناك مدينة غارقة في الدخان يحرم فيها النظر إلى السماء. قابل فيها الفتى الوحيد لوبيتشي بوبل الذي ولد من القمامة. أنت وحيد؟ أجل. هناك سر لا أحد يعرفه لكن لوبيتشي علم به من والده. أتعرف ما هي النجوم؟ نجوم؟ ماذا؟ ما الذي يقوله؟ هل رأيتها؟ هذا هراء. هل رأيتها؟ أيها الأحمر، انصتوا إلي جميعا. إذا استمررنا بغض النظر عن الواقع والابتعاد عن المجهول فحينها نحن لن نتقدم إلى الأمام. إذا رأيت نجما من خلال الدخان ستجد رفيقك. لم أفهم، ما معنى صديق؟ انظر فوق. عدني بشيء واحد، هل تعدني بأنك ستعود؟ أعده. ما الذي يجري؟ لا أدري ما يحدث، قلبي ينبض بقوة. لقد اكتشفت سر هذا العالم، أصبح هذا مشوقا.